السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم الهجرة الشرعية. فإذا كنت تتكلم اللغة العربية فيمكنك السفر للعمل في ألمانيا في شركة تيرمو فيشر العالمية بتمويل كامل، وتشمل مرتب شهري والإقامة ومميزات عديدة أخرى. فدولة ألمانيا تصنف كواحدة من أفضل 10 دول للعمل في عام 2023، لذلك تابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية للتطلع على كل التفاصيل وكيفية التقديم على هذه الفرصة الرائعة. فقط فضلا وليس أمرا أدعوك بالضغط على زر الإعجاب لدعمنا والمشاركة معنا في القناة إن كنت أول مرة تمر من هنا، ومشاركة هذا الفيديو مع أصحابك المهتمين بالهجرة، السفر، العمل أو الدراسة بالخارج. إذن هذه الفرصة ستقام في ألمانيا من طرف شركة تيرمو فيشر ساينتيفيك، والمسمى الوظيفي هو أخصائي لغة مع خبرة في الترجمة الطبية باللغة العربية. فتلعب المنظمة دورا كمتخصص لغة يتمتع بخبرة في الترجمة الطبية العربية الأصلية وخبرة سابقة في الترجمة الطبية. سيتولى هذا الدور الإشراف على الجودة النهائية للترجمات المخصصة وإدارتها، بالإضافة إلى تطوير وإدارة ضمان الجودة واستراتيجيات أصول اللغة عالميا وللغات المخصصة، مثل ذاكرات الترجمة والمصطلحات وأدلة الأسلوب. فسيقوم أخصائي اللغة بإجراء ترجمات للغة المخصصة بالإضافة إلى امتلاك استراتيجية اللغة. هذا الدور لمحترف متمرن وذو خبرة مع فهم كامل لمجال التخصص، والذي يحل مجموعة واسعة من القضايا بطرق إبداعية. هذه الوظيفة هي الوظيفة المؤهلة بالكامل والموجهة نحو العمل على مستوى الرحلة. يتلقى عادة القليل من التعليمات حول العمل اليومي وتعليمات عامة حول المهام الجديدة. يظهر الحكم الجيد في اختيار الأساليب والتقنيات للحصول على الحلول. والمسؤوليات الرئيسية لهذه الوظيفة تتمثل فيما يلي: يشرف ويؤدي مهام الترجمة بما في ذلك الترجمة الأولية والمراجعة وفحص الجودة. يطور ويحافظ على استراتيجية المصطلحات العالمية واللغات المعينة. يقود وينفذ استراتيجية ذاكرة الترجمة العالمية والمحلية. يقود وينفذ عملية ضمان الجودة اللغوية العالمية والمحلية. يقود استراتيجية عالمية لجودة اللغة وإنشاء أدوات لمراقبة جودة ترجمات اللغة الخارجية، تحليل قضايا جودة اللغة، والعمل على خطط التحسين العالمية والمحلية مع إدارة المشروع. وأخيراً يعمل على المشاريع المعينة من قبل قسم خدمات اللغة. هذه الفرصة متاحة لكل دول العالم، فالمتقدمون من جميع دول العالم متاح لهم التقديم. ويوجد ملاحظات هامة، فلا يوجد حد أقصى للعمر، ولا تحتاج شهادة لغة للتقديم على هذه الوظيفة، ولا يوجد رسوم عند إرسال الطلب، فهي مجانية تماما. ومن مميزات العمل هذا، فيشمل العمل في الشركة الألمانية ما يلي: أولا، توفير تأشيرة العمل في ألمانيا. ثانيا، حوافز شهرية. ثالثا، راتب مرتفع. رابعا، تأمين صحي. خامسا، دفع نهاية الخدمة. سادسا، فرصة رائعة للعمل في المجال الطبي. والملفات المطلوبة للتقديم، فيكفي بعث سيرتك الذاتية. أما عن كيفية التقديم، فلتقديم على هذه الفرصة فيكفي الدخول على الرابط الذي سأتركه لكم في صندوق وصف هذا الفيديو وتضغط عليه، وبعد ذلك ستضغط على كلمة I accept هناك واتبع الخطوات. بعد ذلك قم بإرفاق السيرة الذاتية والبيانات بشكل كامل، ثم أرسل بطلبك. ومن معايير القبول لهذا العمل، فنجد خبرة في الترجمة الطبية من 2 إلى 5 سنوات، ويفضل في الترجمة السريرية، اللغة العربية الأم ويتحدث الإنجليزية، خبرة أداة TMS وCAT المطلوبة، ثبت المصطلحات وخبرة استراتيجية TM المطلوبة، ثبت مهارات تعدد المهام وإدارة الوقف والتنظيم والاهتمام بالتفاصيل،
مهارات اتصال شفهية وكتابية وشخصية ممتازة، حيلة وموجهة نحو الحلول، الكفاءة في مجموعة MS Office، درجة البكالوريوس في الترجمة أو اللسانيات أو دراسات اللغة مع دراسات ترجمة مهمة من مؤسسة معترف بها أو تعليم عالي، درجة البكالوريوس في مجال آخر وسنتين من الخبرة في الترجمة، الخبرة السابقة التي توفر المعرفة والمهارات والقدرات لأداء الوظيفة. وهذه الفرصة لا تزال مفتوحة الآن ولفترة محدودة إلى حين اكتمال العدد. هذه كانت كل معلوماتنا لفيديو اليوم، أتمنى أن يكون قد أعجبكم وأفادكم. ألقاكم في فيديو جديد قريبا بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.